السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل اليوم إن شاء الله في تشابتر الـ Informed Search Algorithms. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الـ Greedy. إن شاء الله اليوم هنركز على الـ A-Star Example. حكينا شوي عن خصائصها في الفيديو السابق، فهنتكلم اليوم إن شاء الله مباشرة عن الـ Example. الـ Example طبعا هو نفسه المثال اللي تم تطبيقه على الـ Greedy، اللي هو كيف إن يعني إيجاد سوليوشن أو مسار من أراد إلى بوخارست. طبعا يعني طريقة الإيستار كتير مشابهة للجريدي، الفرق دائما بيكون في الكوست فانكشن، بمعنى عند الانتقال من نود إلى الثانية، السليكشن للنود الثانية أو النود اللي بدنا نعملها إكسباند بيكون بناء على الليست كوست. الكوست في هاي الحالة طبعا في حالة الـ A star حتكون هي عبارة عن مجموع بين الـ H والـ G. الـ H هي نفسها اللي استخدمناها مع الـ Greed، اللي هي عبارة عن في المثال هذا مثلا عبارة عن الـ straight line distance، اللي بتكون معطى اللي هو عبارة عن الكوست من اللي هي النود اللي احنا فيها إلى الجول اللي هي بوخارست في حالتنا هذه. بينما احنا هنا مش هنعتمد بس على الاتش، هنعتمد كمان على الجي. الجي هي عبارة عن الكوست من الستارتنج نود حتى النود اللي احنا واقفين عندها الان، اللي هي الكرنت نود. كيف بتتم الطريقة؟ الطريقة هنا بتصير بهالشكل. اول حاجة احنا عندنا مثلا الستارتنج نود هي عبارة عن اراد، الهدف زي ما قلنا هي بوخارست. بالنسبة لأراد، أول حاجة الـ H الخاصة فيها بنجيبها من الجدول اللي هي الـ cost من أراد إلى بوخارست 366، لكن هنجمعها على الـ G. الـ G هي عبارة عن الـ cost من الـ starting node حتى الـ current node. في حالتنا هاي الآن حاليا طبعا الـ current node هي الـ starting node، فبالتالي الـ G تساوي 0، عشان هيك هي هنا 0. فمجموعهم الآن مع بعض يساوي 366. هاي التكلفة ما بنستفيد منها احنا حاليا يعني في هاي المرحلة، لانه احنا لسه في starting node، لكن كالجوريثم هي هذه الخطوات تبعتها، تحسب الجي زائد الاتش وتعطيني الاف كاملة، وتسأل هل انت الجول او لا. اذا مش الجول اذا حتكمل وتشوف باقي الخيارات او التشيلدرن. تمام، حنكمل. طبعا حنلاقي انه احنا محتاجين نروح على التشيلدرن تبعون اراد، اللي هو حسب المخطط سيبوي، تيميسورا، وزيرند. ثلاث خيارات عندي، اذا ثلاث بدائل لازم ادرسها واشوف مين الليست كوست فيها. في كل نقطة بنجيب الاتش من الجدول، وبنجيب الجي اللي هي عبارة عن زي ما حكينا الكوست من الستارتنج نود الى الكرنت نود. بالنسبة لسيبوي مثلا الاتش 253 حسب الجدول الموجودة عندي، حنلاقي انه لو دورنا على سيبوي حنلاقي انه الاتش تساوي 253. طيب ماذا بالنسبة للجي؟ الجي ببساطة يا جماعة بنجيبها من الجراف او من المخطط الموجود عندنا، اللي هي المسافة او التكلفة من اراد الى سيبوي حسب الشكل هنا تساوي 140، عشان هيك جمعنا 140 مع 253 بيعطيني الاف اوف سيبوي، او هي التكلفة اللي هي الانتقال لسيبوي. نفس الكلام بنطبقه على تيميسورا وعلى زيرند، اللي هو الاتش بنجيبها من هنا، الجي بنجيبها عبارة عن المكتوب على الخطوط هذه. اوكي، صار عندي ثلاث خيارات وصار عندي ثلاث قيم، بنختار الليست كوست فيهم اللي هي هتكون سيبوي. ولاحظوا انه بلش يرسم السوليوشن او المسار اللي هو حيمشي عليه بناء على الاستار الجوريثم. تمام، بعد هيك طبعا حيروح على سيبوي حيسألها هل انتي الجول، حتقول لا، فحيبدأ يشوف مين برضو البدائل اللي تحت سيبوي اللي هي التشيلدرن تبعونها. حسب المخطط كم تشيلدرن حيكون موجود عندي؟ حيكون عندي 1 2 وفي 3 هنا، والرابعة حتكون هي نفسها أراد. ليش؟ لأنه المخطط هنا عندنا بنسميه undirected graph، يعني ما فيهوش أسهم. لو في أسهم معناته هو بتكلم عن خط رايح بس ما بيرجع، لكن بالنسبة لنا هنا بما أنه ما فيش أسهم في المخططات، وهذا طبيعي بين المدن طبعا، معناته أنه إحنا بنقدر نروح ونرجع. فبالتالي حتى لما نكون عند سيبوي هي بالنسبة لها كالجوريثم برضو أراد هي خيار من الخيارات، لأنها child
من الشادرين الموجودين عندها. بالتالي حنلاقي تحت سيب واي في عندي أربع خيارات، اللي هي الأربع مدن اللي حكينا عنهم، كل مدينة فيهم برضو حنحسب لها ال H زائد ال G. نيجي على مثلا فاجرس، نحسب لها ال H زائد ال G. ال H دايما يعني هي G زائد H، ال H حناخدها برضو من اللي هو المعطى ال straight line distance، بينما ال G حنبدأ نحسبها. كيف حنحسب ال G عند نقطة زي فاجرس؟ ال G حكينا هي عبارة عن الكوست من ال starting node وحتى النود اللي احنا فيها، يعني من أراد لسيبوي لفاجرس، من أراد لسيبوي لفاجرس، معناته إحنا هيك حنجمع اللي هو الأرقام الموجودة عندي على المخطط، اللي هي من أراد لسيبوي 140 زائد 99، هيك بيكون اللي هو 239. هذه هيك على بعضها هي الجي الخاصة بفاجرس، مجموعهم على بعض بيعطيني الإف. نفس الكلام بالنسبة لجميع الخيارات، لكن أنا بدي أركز على أراد كمان، لأنه أراد إحنا رحنا ورجعنا لها تاني. أراد هنا يا جماعة برضو حيكون عندها H زائد G، ال H حنجيبها برضو من الجدول، بينما ال G في هاي الحالة بنفعش نقول زيرو، ال G هنا بنفعش نقول زيرو زي ما حكينا عنها زيرو هنا، لأنه أراد اللي هنا هي نفسها أراد اللي هنا، ولكن احنا وصلنا لأراد هنا عن طريق مسار معين اللي هو أراد سيبوي بعدين أراد، فهذا كلفني أكيد. عشان هيك احنا لما نيجي نحسب التكلفة هنا اللي هي الجي ما بنحطش زيرو، لا احنا بنطلع على المخطط وبشوف أراد لسيبوي ومن ثم أراد قديش كلفني. طبعا هيكلفني 140 زائد 140 اللي هو روحة رجعة، عشان هيك هي 280 التوتال تبعها. فحنجمع الجي مع الاتش حيعطيني اللي هو الرقم هذا. حنكون جبنا هيك احنا كل الخيارات، حنجي نتطلع حنلاقي انه منطقيا المينيمم او الليست هي فيليسيا، لكن هنا في نقطة حنشوفها كمان شوية، حنلاقي انه هنا اوكي بيروح بدرس الخيارات تحت فيليسيا، لكن لو طلعنا هان حنلاقي انه في عندي مدينة تانية او خيار تاني الكوست تبعته كتير قريبة من الكوست اللي لقيناها هنا، اوكي؟ يعني ما فيش فرق تقريبا 413 و415، احنا بنحكي بس في اثنين، واحنا بنحكي عن كوست تقديري، يعني قد يكون لو التقدير تبعنا شوي فيه خطأ بسيط ممكن تكون هذه هي الأفضل. طب أنا كيف أتأكد؟ بتأكد إن أنا بعمل expand للتنتين، اوكي؟ عشان هيك حنلاقيه الآن أول إشي بيعمل expand للليست اللي هي الفيليسيا اللي هم الثلاث مدن تبعونها. يعني نيجي مثلا نشوف كريوفا كيف حسب لها الكوست تبعها. كريوفا موجودة، إحنا ماشيين من أراد لسيبوي لفيليسيا بعد هيك لكريوفا. طيب كيف حنحسب الكوست هنا؟ طبعا الجي هان حتكون عبارة عن 140 زائد 80 زائد 146، هيك مجموعهم بسيط 366، زائد ال H اللي حنكون جبناها أصلا من الجدول. الكلام هذا مجموعه حيكون جبنا فيه ال F الخاصة بكريوفا، ونفس الإشي بنطبقه على باقي المدن. طيب حنلاقيه كمان كمل مع فاجرس، رجع تاني على فاجرس ورجع برضو جابلها الشدرن تبعونها، لأنه زي ما حكينا كانت قريبة جدا الكوست بين المدينتين، بالتالي بروح برضو بحسب لسيبوي ولا بوخارست. لاحظوا هنا سيبوي برضو احنا رجعنا لها تاني، أراد سيبوي فاجرس بعدين سيبوي كمان مرة. خلينا نشوف كيف حسب لسيبوي مثلا. الحساب برضو كتير بسيط، المهم تكون عارف المسار بالضبط وين ماشي. إذا أراد سيبوي بعدين فاجرس بعدين مرة تانية سيبوي، اللي حتكون 140 تمام 99 وكمان مرة 99، هدول كلهم حجمعهم على بعض وحيطلع معي 338 زائد اللي هو الاتش اللي حتكون جبناها من الجدول سيبوي اللي هي 253. بوخارست، بالنسبة لبوخارست الجي تبعتها عبارة عن أراد سيبوي بعدين فاجرس بعدين بوخارست، اللي هي حتكون 140 99 و211، حجمعهم على بعض وحيكون طلع معي 450.
طب ايش الزيرو هاي؟ الزيرو هاي عبارة عن الاتش اللي هي موجودة في الجدول، اللي هي طبيعيا ما دام احنا نحكي الجول هي بوخارست، معناته المسافة او التكلفة بين بوخارست والجول هتكون اكيد زيرو، لان هي نفسها اصلا الجول. فهلاقيها 450 زائد زيرو. ديروا بالكم انه في هذه المرحلة هو ما بيكون عرف انه هذه هي الجول، انه هو وصل لها خلاص، لا، هو فعليا حاليا قاعد بيشوف البدائل الخمسة هدول ويشوف مين الليست كوست فيهم، لدرجة انه لما يجي يطلع هنا حيلاقي انه الليست كوست حتكون 417، يعني بعيدة نوعا ما عن الباقيين، فحيختار بتستي، مع انه هاي بوخارست قدامه لكن هو مش شايف انه هاي هي الجول، فحيروح على بتستي وحيبدأ يعملها اكسباند على اساس انه هي الليست كوست. بنفس الطريقة يروح على بيتستي ويعملها اكسباند، طبعا من ضمن التشيلدرن تبعون بيتستي حتكون بوخارست اللي هي حتكون زي ما قلنا الاتش تبعتها زيرو، والجي حيحسبها اللي هي اراد، بعدين سيبوي، فيليسيا، بيتستي، واخر شيء بوخارست اللي هي مجموع اللي هي التكلفات هذه حيجمعهم مع بعض، ونفس الطريقة حيجمع لباقي المدن، حيلاقي انه الليست كوست هي مين؟ 418 اللي هي بوخارست. حيسألها هل انت الجول؟ حتقول له اه. في هاي اللحظة بيوقف عملية البحث، بيكون وصل للجول تبعنا. اوكي، هذه بشكل عام آلية عمل اللي هي الاستار الجوريثم. زي ما حكينا هي طبعا يعني بتجمع بين تو الجوريثمز اللي هي اليونيفورم كوست اللي كانت بتستخدم الجي اللي هي من ستارتنج نود للكرنت نود، والاتش اللي هي من الكرنت نود للجول. ففعليا هي طورت على عمل هدول التو الجوريثمز، بالتالي صار فيها طبعا ميزات اكثر من الخوارزميات اللي قبل. بالنسبة للبسيدو كود شبيه جدا بالجريدي، ولكن اللي بيختلف فينا هي الكوست فانكشن. زي ما حكينا هي عبارة عن مجموع الجي مع الاتش في هاي الحالة. معطينا هنا اكسرسايز، يعني يا ريت اذا بتحبوا هيك تحلوه تطبقوه على اساس يعني تمكنوا ايديكم من الحل على الاي ستار الجوريثم. هنا نفس المخطط ولكن معطينا الديستنيشن مختلف، يعني بحكينا لو بدنا ننتقل من مدينة لاسي هي تكون الستارتنج نود الى مدينة فاجرس هي تكون الجول نود، ايش اللي حيصير؟ كيف لو طبقنا الاي ستار شو اللي بيصير بالضبط؟ وكيف المسار اللي احنا حنوصل له بناء طبعا على الجدول اللي معطينا اياه من قبل. كمان اكسرسايز معطيكم اياه، هاي الستريت لاين ديستانس اللي هي عبارة عن الاتش زي ما حكينا. هنا معطينا الكوردينيتس اللي هي الاحداثيات، لانه هنا راسم المخطط على محور سيني وصادي، مش حتفيدنا كتير الاحداثيات هذه. المهم عندنا نعرف انه الستارتنج نود هي الاي، الجول نود هي الكي، بتأكد انه هي الجول نود لما تشوفوا هنا الكي معطينا الاتش تبعتها زيرو، فالمطلوب نوصل من اي لكي. طبعا هنا المطلوب نطبق الاي ستار، فهو مطبقها طبعا ومعطينا سوليوشن محدد، وكمان بعد هيك مطبق على نفس الاكسرسايز الجريدي بيست فيرست. فطبقوا انتوا التنتين على اساس تشوفوا كيف كل واحد فعلا معطيني حل مختلف، كل الجوريثم يعني معطيني حل مختلف. كمان اكسرسايز معطينا هي برضو عبارة عن مخطط جديد، معطينا هنا الجي والاتش كاملين. بالمناسبة بالنسبة للجي في هذا المخطط، الجي يا جماعة هي عبارة عن الرقم المكتوب هان، وزي ما انتم شايفين الارقام هنا فيها فواصل عشرية، يعني فلوت مش انتجر زي ما تعودنا من قبل، ولكن هنا اللي هي الارقام الجي اوف اتش، هنا الجي عفوا اوف ان، هنا حتكون ارقام عشرية، فيش مشكلة، في النهاية احنا حنجمعها مع اللي هي الديستنس الموجودة هان. تمام، هنا برضو معطيني الجي جاهزة والاتش جاهزة. الجي هنا ماخدها اصلا من الارقام الموجودة على اللي هي المخطط نفسها على اساس يسهل عليك عملية اللي هو البحث عن الجي، اساس تجمع الجي مع الاتش بكل بساطة. هدول الاكسرسايزز مطلوب، او يعني على الاقل هذا الاكسرسايز مطلوب منكم يعني تحلوه على المودل ان شاء الله، بالاضافه لاكسرسايز كمان بيطبق عندنا اللي هي البريدث فيرست الجوريثم من الان انفورمد الجوريثمز، بحيث نكون هيك يعني ضمننا انكم ان شاء الله تكونوا يعني صار عندكم تحصيل كويس لمفهوم الالجوريثمز اللي اخذناهم حتى الان.
ابتداء من هاي السلايد لنهاية اللي هو التشابتر هذا كله، يعني مش مطلوب معنا هنا، بس ما حكينا عن الادمشبل هيورستيك اللي هي الفانكشنز او الدوال التقديرية اللي بتقدر الكوست اثناء البحث عن سوليوشن. يعني هو هنا بس بحكي لنا بشكل عام اي فانكشن تقديرية نقدر فيها كوست الافضل انها تخضع لبعض الشروط، من اهمها انها ما تكونش بتعمل اوفر استيميشن، يعني انها بتعطيني تكلفة اكبر بكتير من اللازم، لانه هيك انا عمري ما حفوت في هذا المسار. فبنكون حريصين لما بنيجي بنقدر تكلفة محددة. المطلوب عندنا هنا اللي هي السلايد فقط رقم 32 بتعطيني خصائص الاستار complete yes زيها زي اللي قبلي، يعني هي بتعطيني حل ولكن لازم يكون طبعا مش انفينيت زي ما تعودنا، ما يكونش في انفينيت اللي هي برانشز في التري تبعتنا. المشكلة هنا عندها في التايم وفي السبيس التنتين اكسبوننشال، يعني دالة أسية. احنا عارفين الدالة الأسية بتعطيني أرقام جدا جدا كبيرة، فهي فعلا بتاخد يعني تايم كبير جدا، وأيضا السبيس لازم يكون عنده النودز كلها في الميموري، لأنه زي ما انتم شفتوا ممكن تعمل اكسباند لأكثر من فرع عشان تتأكد انه هي رايحة في المسار الصحيح. اوبتيمال نعم هي تعطيني تقريبا المسار الأمثل، لأنه زي ما شفتوا هي بتكون يعني بتستخدم أكثر من كوست، فبتكون ضامنة نوعا ما انه المسار اللي اختارته هو الأقل تكلفة. هذا بالنسبة كان للتشابتر تبع الـ Informed Search Algorithms. الشابتر الجاي إن شاء الله حيكون عن الجيمز، حنطلع شوي عن موضوع البحث، حنفوت في الجيمز إن شاء الله في الشابتر القادم. يعطيكم العافية.